المنتخب المغربي حقق إنجاز عربي وإفريقي بعد ما أصبح أول منتخب يتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة 1-0. وسجل يوسف لنصيري هدف المغرب في الدقيقة 42 من زمن المباراة من ضربة رأسية لحظة خروج الحارس البرتغالي من مرماه علشان يواصل منتخب المغرب كتابة التاريخ بعد التأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022. وليد رجراجي المدير الفني لمنتخب المغرب اتكلم عن الإنجاز التاريخي اللي حققه الفريق في كأس العالم بعد التأهل للدور نصف النهائي، وقال: واجهنا منتخب كبير بكل نجومه، كان لازم نكتب التاريخ لأفريقيا لأننا أمة بتتقدم بمواهبها رغم الإصابات. بدر بنونة مدافع منتخب المغرب أكد أن فريقه حقق إنجاز كبير بالفوز على البرتغال والتأهل للنصف نهائي كأس العالم 2022، وقال بنون: شعور لا يوصف، مش مصدقين نفسنا، عملنا إنجاز تاريخي هيفتخر به كل العرب، لازم نركز في المباراة اللي جاية وبنشكر الشعوب العربية اللي بيوصل لنا تشجيعهم لينا. ياسين بونو حارس المنتخب المغربي تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مواجهة البرتغال، وقام بونو بإهداء الجائزة لزميله يوسف لنصيري بعد تسجيله هدف الفوز على البرتغال. نجوم المنتخب المغربي احتفلوا بشكل كبير مع الجماهير بعد الفوز على البرتغال بنتيجة 1-0، وقام لاعيبة المنتخب المغربي بالاحتفال مع الجماهير المتواجدة في مدرجات الملعب بعد الإنجاز التاريخي الأول من نوعه سواء عربياً أو إفريقياً. النجم المغربي سفيان بوفال خطف الأنظار بعد ما احتفل مع والدته على أرضية الملعب بعد انتهاء المباراة اللي فاز فيها أسود الأطلس على منتخب البرتغال في مونديال قطر 2022، وعلى طول صورت عدسات المصورين احتفال بوفال مع والدته على أرضية الملعب بعد ما طلع للمدرجات وأخذها لأرض الملعب واحتفل معها بالفوز التاريخي والتأهل للمربع الذهبي. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دخل في نوبة بكاء، وده بعد وداع بطولة كأس العالم واللي ممكن تكون آخر بطولة له في مسيرته، خصوصا أن الدون وصل لسن 37 سنة. وشهدت أحداث بداية المباراة وجود رونالدو على دكة الاحتياطي للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ مشاركته في كأس العالم، ونزل في الشوط الثاني كبديل، وبعد انتهاء المباراة دخل رونالدو في نوبة من البكاء لأنه كان عنده أمل يحقق لقب كأس العالم قبل نهاية مسيرته الحافلة بالإنجازات. المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال كشف عن موقفه من الإبقاء على كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة المغرب ضد البرتغال في الدور ربع النهائي من كأس العالم، وقال سانتوس بعد المباراة: مش ندمان على قرار عدم وجود رونالدو في التشكيل الأساسي للمباراة، كنت شايف أن الاستعانة كبديل هو الحل الأفضل. منتخب فرنسا اتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 بعد الفوز على منتخب انجلترا بنتيجة 2-1 خلال المباراة اللي جمعت المنتخبين على استاد البيت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022. بالنتيجة دي بيتأهل منتخب فرنسا للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم علشان يقابل منتخب المغرب يوم الأربعاء اللي جاي. المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد إنجلترا في الدور ربع النهائي من مونديال قطر، ونجح جيرو في تسجيل الهدف الثاني وهو هدف الفوز، ده غير تألقه طبعا خلال اللقاء على اللي قاد به فريقه لنصف نهائي كأس العالم. وجه ساوث جيت المدير الفني لمنتخب انجلترا رسالة إيجابية إلى لاعبي انجلترا، وده بعد خروجهم من كأس العالم على يد فرنسا في ربع النهائي، وإنهم قدموا كل شيء في المباراة ولعبوا بشكل جيد ضد فريق كبير، وقال كمان إننا أهدرنا فرصة عظيمة للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، كنا هنا لمحاولة الفوز بالبطولة، مع هذا الأداء ضد أبطال العالم كان ممكن.
ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قال عن المواجهة المنتظرة أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2020 بعد تخطي منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، لازم نفكر في مباراة يوم الأربعاء القادم قدام المغرب، لأنه من الفرق اللي ما كناش منتظرينها أبداً، لكنهم لعبوا مباريات قوية ضد منتخبات كبيرة، ودي في الحقيقة أكبر مفاجأة. لكن النهاردة هنخصصه للاحتفال، بعد كده هنعد اللعيبة ذهنياً وبدنياً. بيواصل النجم الفرنسي كيليان امبابي مهاجم باريس سان جيرمان صدارته لقائمة هدافين النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، وده بعد انتهاء مباريات الدور ربع النهائي للنسخة رقم 22 من البطولة. امبابي بيتصدر القائمة برصيد 5 أهداف، متفوق على زميله في المنتخب الفرنسي أوليفييه جيرو، وصاحب المركز الثاني اللي رفع رصيده ل4 أهداف بعد الهدف اللي سجله في انجلترا امبارح. أما النجم الأرجنتيني ميسي فمتساوي مع جيرو في عدد الأهداف. واصل لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا احتفاله بتأهل منتخب بلاده لنصف نهائي كأس العالم، وده بعد الفوز على البرازيل بركلات الترجيح في ربع النهائي. ونشر مودريتش صور ليه على حسابه على تويتر وعلق وقال: لا نستسلم أبدا. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر حالا مع أحمد.